السلام عليكم. عادة ما نعتقد أن الأشياء الخطيرة لن تحدث لنا، ولكن بالطبع ليس أحدا في مأمن دائما من أن يحدث له هذا في يوم من الأيام، ومن الأفضل الاستعداد جيدا لتلك المواقف. لهذا استرح جيدا لاستكشاف 10 أساليب للدفاع على النفس ربما تنقذ حياتك يوما ما. عاشرا، الهروب بعدما تمسك من يدك. من الأفضل استخدام طريقة الإبهام، ولهذا قم بتدوير يدك اتجاه إصبع الإبهام المهاجم، وبدون أي مشكلة ستتخلص منه. ولكن انتبه جيدا، لابد أن يكون دوران بقوة وبسرعة أكبر، لأنه إذا انتبه المهاجم لمحاولة هروبك سيزيد من قوة ضغطه ولن تستطيع التخلص منها. لهذا بإمكانك ركله في ركبتيه لإلهائه، وتستطيع تنفيذ هذه الحركة جيدا. تاسعا، في أي هجوم يجب أن تفكر بسرعة وتستخدم أي شيء يكون في متناول يدك. فالنساء يمكنها استخدام الحقيبة كدرع لحمايتها، أو استخدام الوشاح وتقذفها في وجه المنافس، ويمكنك رمي العملات المعدنية أيضا. والأفضل من كل هذا، إذا كنت تحمل مفتاحا فباستخدامها يمكنك عمل لكمة أمريكية تسبب ضررا كبيرا لخصمك. ثامنا، هاتفك المحمول يمكنه إنقاذك أيضا، لأنه حاليا أصبح شيئا يصطحبه جميع الأشخاص في أي مكان أينما ذهبوا. لهذا من الممكن أن يكون مفيدا إذا وقع في مواقف خطيرة، فهناك العديد من التطبيقات التي تسمح لأصدقائك أو عائلتك بتتبع حركتك كل دقيقة. وفي الحالات الخطيرة يمكنك إرسال إغاثة لرجال الشرطة لتحديد مكانك. سابعا، هناك طريقة مشهورة جدا للتخلص من مسكة الرقبة تسمى الرفعة الدائرية، ولكنها في بعض الأحيان لم تكن مجدية لأنها ستكلفك قوة وتستغرق وقتا. لذلك من الأفضل الضرب بين الفخذين أو وضع أصابعك في أعين المنافس، فهذا الألم يساعد في تقليل قوة الضغط على رقبتك. سادسا، عندما كنا صغار كنا نخترع لغة سرية للتحدث فيما بيننا، وإشارات سرية في بعض المواقف، وهذا الشيء يمكنه إنقاذ حياتك. وفي يومنا هذا، فإذا كنت في موقف خطر وتستطيع الاتصال بأحد أو إرسال رسالة آلية، فعن طريق إرسال رسالة بعبارة سرية متفق عليها بين صديقك تستطيع إنقاذ حياتك بسهولة تامة. خامسا، إذا قم بتقييد يدك فإن هذا ليس بالشيء الجيد، وإذا حدث لك هذا يجب أن تفكر في ثغرة لإنقاذ حياتك، فلا تقم أبدا بفتح يدك بهذا الشكل، والأفضل أن تغلقها على هيئة القبضة، وباستخدام أي ثقب يمكنك التخلص من تلك القيود. رابعا، بخاخ الفلفل الحار أداة رائعة للدفاع عن نفسك، وأصبحت مشهورة بين أغلبية الفتيات، ولكن لا أنصح بحمله في حقيبتك لأن الهجمات عادة ما تحدث فجأة، فيجب إخراج هذا البخاخ بسرعة كبيرة. لذلك أنصح بوضعه في جيب ملابسك لإخراجه بسرعة، ولا تستهلك الكثير من الوقت في إنقاذ حياتك. ثالثا، غالبا ما تكون القوة الجسدية لأي طفل أو فتاة قليلة على العكس قوة الرجال، فيحتاج هؤلاء الأشخاص إلى عنصر المفاجأة في ضرباتهم. لهذا من المهم إعطاء الضربات بسرعة كبيرة وبقوة في الأماكن الحساسة الضعيفة حتى يشعر المهاجم بالألام الشديدة. ثانيا، أغلب الهجمات ضد النساء تكون بإمساك الشعر، وهذا فقط لن يسبب ألما شديدا، بل يعطي المعتدي تحكم كامل لجسم الفتاة. وللتخلص من هذا قم بإمساك يد المنافس بيدك الاثنين، بهذه الطريقة تستعيد التحكم، وباستخدام ساقيك يمكنك التخلص منها. وعندما تشعر بأن يد المهاجم فقدت قوتها انزع يدك بسرعة واركضي كالذئب. أولا، إذا كنت طفلا لا تحاول دخول المصعد مع أشخاص مجهولين، وإذا دخل شخص مشتبه به وأنت بالداخل ولم تستطع الخروج منها، من الأفضل الوقوف بظهرك في المكان الذي يوجد به الأزرار حتى تتحكم في الضغط أنت على زر التوقف ومنعه من الضغط وتنحصر بين طابقين. الآن شارك في التعليقات بأي من تلك الأساليب قد أعجبتك.
إن أعجبك هذا الفيديو قم بالضغط على زر اللايك واشترك في القناة، ولا تنسى تفعيل جرس الإشعارات لمتابعتنا ودعمنا لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله. إلى اللقاء.